بسم الله الرحمن الرحيم. موعدنا اليوم مع كبسولة قانونية جديدة، وهي كيفية المطالبة بإيصال الأمانة مدنيا. احنا تناولنا في كبسولة تانية كيفية المطالبة بإيصال أمانة جنائية، فإذا لم تتخذ الطريق الجنائي في المطالبة بإيصال الأمانة كما ذكرنا في كبسولة سابقة سوف تتجه إلى الطريق المدني، وذلك بأمر الأداء بموجب الإيصال سندك في ذلك. أنت بتطالب عن طريق أمر الأداء بالإيصال، بتطالب بالمبلغ المحدد في الإيصال، وذلك مع فوائد التأخير ومع ما يترتب أو ما يرتب القانون على ذلك من حقوق لك. الدعوة بترفع أمام المحكمة المختصة وفقا للاختصاص القيمي في موطن المدعى عليه، إذا كانت المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية وفق الاختصاص القيمي في موطن المدعى عليه. بعيد تاني، وفق الاختصاص القيمي جزئيا أو كليا في موطن المدعى عليه. طبعا احنا الاختصاص القيمي لسه متعدل من خلال أيام وهيطبق في 1/10 حسب الاختصاص اللي هيكون وقت ما ترفع الدعوة، هو الاختصاص الثابت سواء كان 40,000 أو 100,000 حسب الاختصاص وقت ما ترفع الدعوة، بتحدد اختصاص المحكمة الجزئية أو كلية حسب الاختصاص القيمي لها. وبتعمل أمر الأداء الأول، المفروض أنك بتنذر المدين بضرورة سداد مبلغ الإيصال المحدد في إيصال الأمانة سندك في المطالبة، وبتحدد له الميعاد للسداد، وإذا لم يوفي بالميعاد بتقدم طلب للمحكمة وفق الاختصاص القيمي زي ما قلت في دائرة المدعى عليه، بتقدم طلب للمحكمة باستصدار أمر الأداء بموجب إيصال الأمانة، وبترفق صورة من الإيصال وبترفق الإنذار مع الطلب، وبيقدم للمحكمة عن طريق المشكاتب المدني أو رئيس الألم المدني بيقدمه للمحكمة. المحكمة بتصدر أمر برفض الطلب طبعا، لأن المفروض أنها لما بتقبل أمر ولائي بيبقى من ظاهر المستندات، فالمحكمة في هذه الحالة لم تتحقق من أي مستندات. وليه؟ لأن المحكمة بيبقى قرارها قرار وقتي، فبترفض الطلب بتاعك بأمر الأداء وبتحيله إلى المحكمة الموضوعية لتحديد جلسة موضوعية في الطلب بتاعك. يعني بيبقى دعوة موضوعية وليس طلب مستعجل، بيتحول من طلب وقتي لرئيس المحكمة إلى دعوة موضوعية بموجب قرار الرفض. بتتأيد إزاي؟ بتقدم على طلب باستخراج صورة رسمية من الأمر الولائي رقم كذا، الأمر الصادر من المحكمة برفض طلب أمر الأداء وحالته المحكمة الموضوعية، وبتاخد الصورة الرسمية دي بتعلنها للخصم اللي هو المدين، وبتأشر عليها من الجدول المدني عشان تاخد رقم دعوى مدنية بالجلسة اللي حددها رئيس المحكمة في الأمر اللي هو رفض بيه الطلب، بيحدد لك نظر القضية بجلسة موضوعية بجلسة كذا، فبيحدد لك الجلسة، وبموجب هذا التحديد انت في الألم المدني بتروح الجدول يأيد لك رقم قضية مدني، وبتعلن الخصم اللي هو المدين بالجلسة المطلوب. وبعد ما يجي الإعلان انت بتستلمه معاك، لأن في أول جلسة أمام المحكمة المدنية بتقدمه للرئيس الدائرة أو القاضي اللي هينظر القضية، بتقدم أصل الصورة الإعلانية اللي تفيد علم المدين بالدعوة، بتقدمه للمحكمة، وترفق في أول جلسة مع هذه الصحيفة حافظة مستندات بأصل المستندات، تحوي أصول المستندات، تحوي أصل إيصال الأمانة، وأي مستند لديك بينك وبينه يحدد حقوقك قبل المدعى عليه بتقدمه في حفظة من أول جلسة. ليه؟ زي ما شرحت قبل كده لو رجعت حلقاتنا السابقة، عشان ما يجيش المدعى عليه يحرق معاك وقت ويطلب أجل للاطلاع وأجل واثنين وثلاثة، كل ما تقدم المستند في أول الدعوة أجل اطلاع على الصحيفة، ولما تقدم مستندات أجل اطلاع على المستندات. لا، خليه ياخد أجل واحد وتبقى قدمت كل أوراقك بأجل واحد، وتبقى قفلت عليه الباب إن المحكمة في الجلسة التالية تعجز
القضية الحكم وتفصل في النزاع إن شاء الله. وده زي ما كنا بنقرر دايما في صحف الدعوة أو في رفع الدعوة جميعا بضرورة جاهزية دعواك، لأنه قد تحجزها المحكمة للحكم من أول جلسة إذا كانت مقبولة شكلا، وقد تصدر فيها حكما في نفس يوم الجلسة وتحجز الدعوة للحكم فيها لجلسة اليوم، وبتنتهي الدعوة بذلك الحكم. ممكن تيجي من أول جلسة الخصم يحضر والمحكمة تواجهه بالمستندات لا ينكرها ولا يكحدها ولا يكون عنده أي دفاع، المحكمة تقول لك حجز الدعوة للحكم بجلسة اليوم وتحجزها للحكم، يبقى أنت استفدت من الموقف بدل ما تأجل أنت الدعوة وأنت المدعي المفروض اللي حريص على الفصل في الدعوة، بدل ما أنت تأجل الدعوة لتقديم المستندات لا خلي دعوتك جاهزة ويبقى مستعد الفصل فيها من أول جلسة إن شاء الله. وإلى اللقاء في كبسولة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.